وتحت رعاية معالي وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، توجه موكب الميلاد القادم من بيت لحم الفلسطينية إلى العاصمة الأردنية عمان، كما جال في عدد من المواقع الأردنية في محافظة مادبا والفحيص. ويتكون الموكب من 7 عربات مضاءة ومزينة تروي قصة الميلاد وتنقل فرحة وبهجة الأعياد من خلال المعزوفات والألحان الميلادية.